في هذا اليوم المبارك، يوم العيد الأضحى المبارك، نتقدم بالتهنئة من شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مواقع تواجده. هذا اليوم من أيام الله عز وجل، وهو يوم يطل علينا وهناك إرهاصات كبيرة، مناسبة جميلة نتقدم فيها لأسرانا البواسل. فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يكون العيد القادم وأنتم بيننا تسعدون بالحرية إن شاء الله. أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلوا على النبي يا جماعة. الله أكبر ولله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتقدم بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية والعربية عامة وإلى الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة خاصة بحلول عيد الأضحى المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا في العام القادم ونحن في أحسن حال، وقد تحرر المسجد الأقصى وزال الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية بالرغم من حالة الحصار التي يعيش أهلنا في قطاع غزة، إلا أنه أصر ويصر على الفرحة ورسم الفرحة على شفاه وعلى وجوه جميع الأطفال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شاء الله فذكر إن نفعت الذكرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا والآخرة خير وأبقى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نتقدم بالتهنئة لجميع شعوبنا في الخارج والداخل وفي الشتات بأحر التهاني والتبريكات في هذا العيد المبارك. نتمنى إلى شعبنا ولشعوب الإسلام جميعا أن يكون هذا العام والأعوام القادمة أفضل من الأعوام التي سبقت من اجتياحات وحروب وحصار ظالم على قطاعنا، على القطاع الحبيب قطاع غزة. نتمنى من الله الفرج القريب، وإن شاء الله ربنا يزيل هذا الغم والهم عن أهلنا في قطاع غزة وفي الشتات.
الحرب زيادة.